أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جمعة الفداء، يوم سيسجله التاريخ لأبناء البحرين. جمعة الفداء للدين، للعقيدة، للوطن، ولمستقبل الوطن وأبنائه. جمعة الفداء هي جولة في معركة الإرادات بين شعب وديكتاتورية قبيلة. جمعة الفداء لكل البحرين، جمعة الفداء لكل البحرين ولكل شعبها، جمعة الفداء للشهداء والمعتقلين والمطاردين، جمعة الفداء لحقنا في العيش بكرامة وعزة وحرية، جمعة الفداء للقائد الذي هو رمز، رمز لديننا، رمز لوطننا، رمز لعزتنا وكرامتنا. جمعة الفداء لقائد هو سيد مسيرتنا ومرشد ثورتنا وعنوان عزنا. سيخرج شعبنا في جمعة الفداء ليصنع التاريخ بنفسه، لينتصر لله وللقيم وللمبادئ، حتى ينزل الله سبحانه وتعالى نصره أو يشرفه بالشهادة في سبيله. جمعة الفداء لأننا أحرار لا نقبل بالذل كالعبيد. جمعة الفداء من أجل الموت في عزة، من أجل موت فيه عزة، فيه شرف، شرف الدنيا والآخرة. جمعة الفداء يلبيها الحسينيون غدا في البحرين لقائدهم، حتى لا تتكرر كربلاء، حتى لا تتكرر كربلاء، ليدافع الشعب فيها عن دينه وعن وطنه وعن قائده، حتى لا يحكمه يزيد الطاغية. جمعة الفداء لنقول لأمريكا الشيطان الأكبر، وبريطانيا صانعة الطواغيت، إننا حاضرون في الميدان ونحن أصحاب القرار. جمعة الفداء
لنقرر مصيرنا ونحكم أنفسنا بأنفسنا. جمعة الفداء من أجل القصاص للشهداء وتحرير المعتقلين. جمعة الفداء من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية وحكم الشعب والمواطنة المتساوية. جمعة الفداء لنحفظ الإسلام ونؤدي تكليفنا في الدفاع عن المقدسات ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. سيؤكد شعبنا في جمعة الفداء على مشروعه الإنساني الوطني والأهداف السامية التي عنونها القائد المفدى سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم روحي له الفداء. جمعة الفداء لنقول لحسيننا إننا حاضرون صدقا لنغير المعادلات ونضع المعجزات ونحقق شعار بالروح بالدم نفديك يا فقيه. جمعة الفداء لنقول لقائدنا لن نسلمك. جمعة الفداء لنقول لقائدنا لن نسلمك ونقول لأهلنا في الدراز إننا معكم ونقول لشعبنا إن الثورة مستمرة حتى الانتصار بعون الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.